قالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان اليوم الأربعاء إنها أعلنت أن اثنين من موظفي السفارة الإيرانية شخصين غير مرغوب فيهما، وطلبتهما بمغادرة البلاد احتجاجا على إصدار حكم في إيران بإعدام مواطن ألماني. وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيرباك في بيان إن ألمانيا استدعت أيضا القائم بالأعمال الإيراني بسبب نفس الموضوع، مضيفة أنه تم إبلاغه بأننا لا نقبل التعدي السافر على حقوق مواطن ألماني.